بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سنتعرض في المحاضرة السادسة لمعرفة ميادين الأخرى التي تبحث عن الحقيقة كالفلسفة. تتمثل هذه الميادين فيما نسميه الدين والعلم والفن، وسنركز في هذه المحاضرة على الدين، فالبحث عن الحقيقة هو جوهر الفكر الإنساني والفلسفي، ما يمنحه القدرة على دراسة جميع النظريات والتصورات. ومن بين الاتجاهات التي تتوافق مع الفلسفة هناك الدين. إذن الإشكالية الأساسية التي سننطلق منها هي: هل تحيط مباحث الفلسفة وموضوعاتها بكافة أنشطة الإنسان، وما علاقة الفلسفة بالدين؟ الدين يحتل مكانا أساسيا في المجتمع، خاصة المجتمع الإسلامي الذي ننتمي إليه. ودائما الإنسان أو أول سؤال يتساءله هو: هل هناك تعارض بين الفلسفة والدين؟ أو هناك كالإنسان العادي دائما ما يقول عنها أنها تؤدي إلى الإلحاد. إذن هذا ما يقودنا إلى الغوص في مسألة علاقة الفلسفة بالدين. وسنطرح السؤال الأول، هو: أيهما أقدم وأسبق، هل الدين أو الفلسفة؟ وقبل أن نتطرق إلى هذه المسألة سنحاول إعطاء تعريف بسيط للدين. الدين هو الملك أو الحكم أو التدبر من ذاته، أي سلكه وحكمه وساسه وضبره وقره وحاسبه. إذن هذا تعريف عام يختلف في مجمله عن الفلسفة التي هي عبارة عن تساؤل نقدي. وإذا عدت إلى المعاجم الفلسفية العربية كلسان العرب أو جميل صليبة ولا المعاجم الأوروبية، سنجد أن مصطلح الدين له عدة معاني، كالجزاء، كالمكافأة، كالطاعة والعبادة. أما في تعريفه الإصطلاحي فهي جملة من الإدراكات والاعتقادات والأفعال لطاعة الله عز وجل وعبادة له. إذن ففي الإصطلاح الإصطلاحي تتوسع دائرة الدين لتشمل جميع العبادات، الصحيح منها والفاسد، سواء كانت الديانات السماوية اليهودية المسيحية والإسلام، أو كانت الديانات الوثنية التي وضعها الإنسان، أو ما نسميه الدين الوضعي. إذن هذا في تعريف الدين. إذن والمسألة الثانية التي سنحاول معالجتها هي: أيهما أسبق، هل الدين أم الفلسفة؟ إذا عدت إلى المفكرين سنرى أن هؤلاء وخاصة هان ترميد يؤكدان أن الفلسفة والدين هما توأمان عقليان متلاصقان، وللدين يحتل مركز السلطة السائدة. معنى ذلك أن التفكير الفلسفي أصلا لم يكن منفصلا عن الدين، بل نما في أحضانه، والحضارات الشرقية ارتبطت بهذا الدين، لأن الإنسان البدائي أو الإنسان في هذه الحضارات كان دائما يلجأ إلى الكاهن الذي يمتلك كل الحقيقة ويستطيع أن يعالج أو أن يرضي ذلك الإنسان المتسائل. إذن لذلك نقول أن الفكر الأسطوري الديني هو مرحلة انتقالية أو ممهدة لنشوء التفكير الفلسفي الذي يعتمد على التفكير العقلي المنظم، ويطرح إذا عدنا إلى التاريخ نفس الأسئلة،
منها أصل الإنسان، مصيره، علاقته بالكون، خلود النفس، علاقة الإنسان بالله، علاقة السلوك البشري بالسعادة الإنسانية. إذا وهنا إن عدت إلى أن أجد إجابة بينهما، سنرى أن الاشتراك يكون في السؤال، لكن الاختلاف يكون في الإجابة. إذن هنا نقول أنهما يتداخلان تداخلا جزئيا في بعض الأمور، ويشتركان في الحقيقة واهتمامات الدين، هو تحصيل معرفة مؤقتة. لكن هناك اختلافات أيضا أساسية بينهما. لماذا؟ لأن الدين هو أمر عقلي، أما الدين عفوا ليس أمر عقلي، بل هو يعود إلى الوحي، والدين يدعو دائما إلى التزام الإنسان بالقيم الأساسية التي تحفظ له بقاؤه، وتحفظ له العلاقة الطيبة بين مع الآخر ومع الله، حتى نصل إلى حياة سعيدة ونتحمل مسؤوليات اجتماعية. إذن هنا نقول أن الفلسفة هي نوع من الدين والعقيدة، وهذا أمر خاطئ لوجود اختلاف، ويتمثل الاختلاف الموجود بينهما في الغاية والوسيلة والهدف. لماذا؟ لأن الفلسفة العقل هو مرجعيتها الأساسية، ولا يهتم ولا يعطي وزنا للمسلمات والغيبيات. قبل أن نتطرق إلى علاقة الفلسفة بالديانات السماوية، سنحاول معرفة ما كيف كانت العلاقة، علاقة الفلسفة بالدين الوضعي، الدين الذي وضعه الإنسان وكان أساسه عقلي. لجأ الإنسان إلى تفسير الظواهر عندما واجهته ظواهر ومشكلات محيطة به. إذن هنا كان لابد عليه أن يقدم تفسيرا لتلك الظواهر. إذن أول ما لجأ إليه هو ما نسميه الاعتقاد الديني، وهذا الاعتقاد لا يعتمد على وجود إله، بل يعتمد على التأمل والنظر. وحتى يتقرب ذلك الإنسان البدائي من الخالق، أو حتى يحد من هذه الظواهر الطبيعية، لجأ إلى ما نسميه إلى الصلوات، تقديم القرابين، الأناشيد، المزامير في المعابد والبيوت، حتى يخف من الحدة التي تجمعه بينه وبين المحيط. وهذا الدين الوضعي هو غير قائم على الوحي أو رسالة، بل هو قائم دائما على تعدد الآلهة. فلكل مدينة أو كل دولة ولا حضارة لها آلهتها الخاصة، وأن في بعض الأحيان يكون النزاع بين المدن له مظهر صراع بين الآلهة المختلفين المحليين. وبعد التوحيد السياسي بين المدن، سيحتل أحد هذه الآلهة مركز الصدارة، ويكون دوره مهيمنا. إذن هناك علاقة واطدة بين هذا الإنسان والآلهة، ومعنى ذلك دائما هذا الإنسان يحاول أن يرضي الآلهة، فإن أصابه شر سيقول أن الآلهة راضية عنه، أما إذا أصابه شرا فيقول أن هذا رمز لغضبه، ولا بد لتوبته أو تقديم قرابين له. إذن العقل العملي في الحضارات القديمة كان في خدمة ما نسميه التأمل الميتافيزيقي. وعندما يقوم هذا الإنسان بكل واجباته نحو الآلهة ويقيم الصلوات، سيحس براحة البال وهدوء النفس. سنحاول معرفة علاقة الفلسفة بالدين
من جانبين، الجانب الأول هو الحضارات الشرقية، والجانب الثاني هو الحضارة اليونانية. ومن هذه الحضارات الشرقية سنختار المجتمع المصري لمكانة الدين الأساسية في ذلك المجتمع. إذن وإذا عدت إلى المجتمع المصري نقول عليه أنه شديد التقوى، حتى أن هيرودوت عندما يتحدث عنهم يقول أنهم كانوا أكثر الناس تدينا، وأهم شيء بحث فيه حكماء مصر القدامى هو تطهير النفس الإنسانية وإعدادها للانتقال من دار الفناء إلى دار البقاء. إذن هذا الإنسان المصري القديم تأثر أو كانت له أفكار فلسفية، وهذه الأفكار ارتبطت بالدين، مثل فكرة الخلود. إن فكرة الخلود جاءت بعد تأمله لظاهرة الموت. إذن كان يرى كل ما حوله يموت، الطبيعة لها فصول مختلفة، وكل فصل يختلف عن الفصل الذي يليه، وكل شيء يموت وكل شيء يحيا من جديد. إذن فأراد أن يفلسف هذه الظاهرة، وآمن أن هذا الموت يعقبه البعث، وأن للإنسان حياة أخرى، فبررها تبريرا أخلاقيا. وهنا كانت أسطورة إيزيس وأوزيريس. إذن أوزيريس كان موجود، ولكنه كان مع خلاف مع أخيه ويسمى سيت. هذا سيت قام بعد صراع بقتله، وقطعه إلى 12 قطعة ورماه في مقاطعات مصر. إذن تأتي زوجة أوزيريس وهي إيزيس، ستجمع تلك القطع لتعيد له الحياة من جديد، وسيولد لهما طفلا، وذلك الطفل سيقوم بالانتقام لأبيه. إذن هنا كانت هذه الأسطورة ترمز إلى وجود حياة بعد الموت، وأن الإنسان يجب عليه أن يقوم بكل الأعمال الخيرة حتى يفوز بدار البقاء أو بالحياة بعد الفناء. أوزيريس يمثل من جانب إله الحياة والموت، وهذا ما ينسب إلى الخلود وعملية التحنيط، ومن جانب آخر هو إله الموتى والقاضي الذي يحكم بينهم حتى نفوز بالخلود. إذن فهو إله للزراعة، يحيا في فصل الربيع ويموت في فصل الجبه. ومن جهة ثانية هو إله للموتى والقاضي الذي يحكم بينهم. وتجسد هذه الأسطورة تعاليم مرتبطة من جانب بالدين ومن جانب آخر بالفلسفة والأخلاق التي هي جزء من الفلسفة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان المصري عليه أن يعمل الأعمال الخيرة حتى يفوز بالخلود. لذلك نقول أن المصري مزج بين الدين والفلسفة. وأحسن ممثل لهذا المزج نجدها في تعاليم بيتا حوطب، الذي علم ابنه الأخلاق الحميدة والحياة الصالحة على الصعيد الاجتماعي والسياسي والفردي، حتى يستطيع الإنسان أن يتحلى بهذه الفضائل. وهنا يؤكد بيتاح على إعمال العقل أو على ضرورة العقل حتى يميز من الصائب والخاطئ، وعبر بيتاح عن ذلك في قوله: اتبع لبك، واللب نعني به العقل، ما دمت حيا. إذن بمعنى هنا في الحياة الفناء
لابد للإنسان أن يتبع ما يمليه إليه عليه العقل حتى يستطيع العيش في سعادة. وهنا نقول أنه مزج بين الدين والفلسفة. الإله بيتاح هو في التفكير المصري القديم هو يمثل الصانع الأعظم الذي خلق العالم برمته، وهذا الخلق يتم من جانبين. يقول أن بيتاح العظيم هو قلب الآلهة ولسانهم، إذن هنا القلب يمثل العقل واللسان يمثل الكلمة أو الأداة أو النطق الذي يعبر عن أفكار العقل. إذن هنا نقول هي عملية خلق يتحدث عنها المصري وفق نظام محكم ومحدد محمي بعقل محيط بكل شيء، وهذا ما يوضح امتزاج الفلسفة بالدين وكيفية الخلق. لماذا؟ لأنه هناك تدرجات، وهذه التدرجات ستنقلنا من حالة الفوضى إلى حالة النظام. إذن هنا العقل هو مركز كل وجدان، والكلمة هي التي تخرج العناصر إلى الوجود. يجعل المصري القلب واللسان من نصيب الآلهة ومن نصيب البشر ومن نصيب الحيوانات كلها أيضا. إذن هو تفكير لا يميز بين المخلوقات، والقلب واللسان هم الذين يؤكدون على وجود العناصر الأساسية حتى نستطيع أن نعطي حكمة معينة. لماذا؟ لأن العقل يقول هو الذي خطط لخلق العالم، أي الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة النظام، وهذه عملية الخلق تبدأ في العقل. أما عملية التنفيذ فتتم وترجع إلى اللسان الذي ينطق بالكلمة. إذن فالنطق الذي يخلق الحالة المراد إيجادها يعتمد مسبقا على معرفة بشيء معين أو فكرة محددة لمعرفة عملية الحقل، وهذه العملية لا تتم إلا بإدراك شيء ما في سياق مترابط ومتكامل مصدره الإله. إذن كل هذا يوضح لنا ارتباط المصري أو كيف حاول المصري أن يمزج بين الفلسفة والدين. ننتقل الآن إلى حضارة أخرى أيضا كان دينها هو دين وضعي، وكثرت الآلهة في هذه الحضارة أو آمنت بما نسميه تعدد الآلهة. وفي الحقيقة لا نعرف إن كانوا يؤمنون بالإله. لماذا؟ لأن في بعض النصوص يتحدث عن الإله، وفي بعض النصوص نجد أن هناك الآلهة، وهذا ما نجده أيضا حتى في كتابات أفلاطون، أو في بعض الأحيان يسميه الصانع. أما أرسطو فيتحدث عن المحرك الأول. إذن في المجتمع اليوناني نقوم أن هذه الديانة أو ديانة اليوناني القديم تقوم على تعدد الآلهة. إذن هذا الآلهة يترأسهم رئيس سموه زيوس، ومقر هذه الآلهة هم يقولون يسكنون جبل الأولمب. الميزة الأساسية لهذه الآلهة قالوا أنها تتصف بصفات البشر، إذن بمعنى أنها الآلهة يا إما تحب يا إما تغضب يا إما تكره يا إما تتنافس وتتصارع. إذن السمة الأساسية للآلهة أن لهم شيء أو
دم يجري في عروقهم، وهذا الدم سيميزهم عن الإنسان بالخلود. إذن لذلك هو الاختلاف بين الإله والإنسان بالنسبة لهم أن الإنسان يصاب بالفناء، أما هؤلاء الآلدة فهم دائما خالدون. وهناك عدة فلاسفة اهتموا بمسألة الفلسفة والدين، أو نوعا ما أعطوا تفسيرا للدين الموجود في هذه الحضارة. وأولهم كان كسينوفان الذي أنشأ ما نسميه المدرسة الإيلية، وانتقد الآلهة اليونانية. لماذا؟ لأن يقول هذه الآلهة لقد صورت آلهتها على صورتها. إذن وانتقاده كان في هذه الشذرة التي يقول فيها: فالأحباش يجعلون آلهتهم سود البشر فطس الأنوف، وأهل تراقيا يجعلون آلهتهم ذوي عيون زرقاء. وأكثر من ذلك يقول لك حتى لو أن البقر والخيل كانت لها أيادي تستطيع أن ترسم بها لصورت لنا الآلهة على صورتها ومثلها. يرفض كسينوفان هذه الصورة التي قدمها اليوناني للآلهة، ويقول لا بد من تنزيه الإله. إذن الإله بالنسبة لكسينوفان هو عقل محض، كله بصر وفكر، لكن هذه الأفكار تعرضت للاضطهاد لأنها لا تتوافق مع ما كان يؤمن به اليوناني. وحتى في نظرية الفكر الديني عند كسينوفان نقول هو يؤمن بوحدة الوجود، بمعنى أنه بأن فكره ليس خالصا. لماذا؟ لأنه وحد بين هذا الإله وبين الطبيعة. وكانت مساهمة كسينوفان أساس لنظرية ستنشأ بعده، هي نظرية السوفسطائي الذي تهكم على الآلهة وآمن بقدرة العقل، وعالج المشكلات اللاهوتية بالأدلة المنطقية والبراهين العقلية، ولم يضعوا أمام هذا العقل أي حد في الحكم على صفات الإله وأعمالهم وعلاقتهم بالناس. إذن هنا السوفسطائي سينتقد كل الآلهة الموجودة في اليونان. ومن بين ممثلي المدرسة السوفسطائية هناك بروتاغورس، وعندما يتحدث عن الآلهة يقول عنهم: ليس في استطاعتي أن أعرف ما إذا كانت الآلهة موجودة أم لا، ذلك لأن أمور كثيرة تحول بيني وبين تلك المعرفة، لعل أهمها غموض المسألة وقصر الحياة البشرية. إذن لم يولي بروتاغورس أو المدرسة السوفسطائية اعتبارا للمسألة الدينية، بل على العكس تركوها وأقروا بما نسميه قانون النوموس أو قانون الاتفاق. لماذا؟ لأن في نظرهم الآلهة لم تهب للإنسان شيء من المواهب والقدرات، بل فكل شيء يتم بفضل عمل المشرع والعدالة والقانون. إذن بمعنى الإنسان أو الناس عندما يتفقون على قوانين محددة، إذن هذه القوانين ستكون سارية المفعول على جميع البشر الذين يسكنون تلك المدينة. وهنا ما يؤكد نسبية الأخلاق ونسبية المعرفة. لماذا؟ لأن الإنسان سيصبح صانع لحياته ولا وجود للقوانين الإلهية، بل كل ما يؤمن به هذا الإنسان هو القانون الذي وضعه البشر. يعود أفلاطون فيما بعد وأرسطو إلى آلهة اليونان أو الآلهة السماوية، ونوعا ما يحاول تفسير المسائل الدينية. لذلك يتحدث هنا أفلاطون يسميه الإله الصانع، أما أرسطو فيتحدث عن الإله المحرك.